السلام عليكم الناس الكل. الفيديو هذا ان شاء الله باش يكون موجه لاي واحد مازال عنده مشكل والا مازال مش عارف منين يبدا باش ينجم يفهم الالغوريثم والبروغراماسيون. باش نحاولوا نفهموا بعضنا في الفيديو هذا شنو هو الحاجات اللي نستحقاهم باش نوليو نجمو نعملو الغوريثم والا بروغرام اون بيتون، وكيف نتعلموا نقراو لي زيكزرسيس نتاعنا باش البروغرام اللي نعملوه يؤدي الوظيفه اللي مطلوبه منه. ما خلينا مع بعضنا لاخر الفيديو باش نفهموا الحاجات هذه الكل. بالطبيعة أول حاجة نسحقها لهنا هي الفورم جينيرال تاع الالغوريتم، معناها الالغوريتم هذايا مناش باش يكون متكون. كيما نراو الالغوريتم لهنا باش يكون عنده النوم تاعو، وباش يكون زادا عنده الديبو، الديبو اللي هي باش نعملو توا ندخلو في الكور تاع الالغوريتم تاعنا، نفهمو راه دخلنا في الكور تاع الالغوريتم. من بعد عندنا أونسومبل دي تخيتمون، مي تخيتمون أن حتى يكشل الإنيام تخيتمون، ومن بعد عندنا الفان. الفا اللي هي نحب نقولو راه كملنا توا الالغوريتم نتاعنا، مادام فما ديبو فما فا. اما جوست عندنا كيلكو رومارك لهنا اللي لازم نحترمها. L'écriture de l'algorithme doit obligatoirement respecter l'indentation. Je ne sais pas. L'indentation, elle est où avec l'espace, elle est موجود là. معناها بعد ما نعمل الديبيو نعملو هكا نوليو نعملو لاندونتاسيون باش نفهمو اللي راه لونسومبل دي تريتمون هذايا راهو انكلو في وسط البروغرام تاعنا. النقطة الثانية اللي لازم زادا نحترموها هي النوماج دي زوبجي دو تيتر سينيفيكاتيف. اش معناها؟ معناها كي نجي انا نعطي الاسم للالغوريثم تاعي لهنا لازم يكون عنده علاقة بالرول نتاعو، ما يكونش الاسم في شيرة والرول في شيرة أخرى. باهي بلاش نجمو نفهمو تاعنا بعضنا لهنا باش نعملو الغوريثم، نحطو كلمة الغوريثم، نحطو الاسم تاع الالغوريثم تاعنا ديبو وفا وفي الوسط لونسومبل دو تريتمون. مال شكون توا الحاجه اللي باش تؤدي لي الوظيفه اللي مطلوبه منه الالغوريثم؟ على خاطر اون فان كونت نحنا باش نعملو الغوريثم والا بروجرام عنده وظيفه معينه لازم يؤديها. شكون من الحاجات اللي تخلي توا البروجرام يؤدي الوظيفه نتاعو؟ هي هكا لونسومبل دي تريتمون اللي باش نحطوه ما بين الديبو والفان، هذوكم هما اللي يخليو البروجرام يؤدي الوظيفه اللي مطلوبه منه. على خاطر كيما نلاحظوا الالغوريثم ديبو وفان باش يكونوا موجودين في اي الغوريثم نصنعوه، اللي باش يختلف هو اكا لونسومبل دي تريتمون اللي باش نحطوه في وسط الديبيو والفا. الحاجه الثانيه اللي لازم نعرفوها لهنا هي لي تيب دو دوني. اش معنى لي تيب دو دوني؟ نحنا باش نعملو اي بروغرام باش ياخو معطيات دي دوني، باش ياخوها باش يحسب مكا المعطيات هذيك الريزولتا، ومن بعد يرجع لك الريزولتا بعد ما يعمل الكالكول نتاعو. هالمعطيات هذوما عندهم دي تيب. التيب هذا اش ينجم يكون؟ ينجم يكون اونتيير في البيتون يولي انت، في الالغوريثم اونتيي في البيتون انت. هالونتيي هذوما شكونهم هما؟ هما لونسومبل دي زونتيي غولاتيف، معناها كيما نعرفو نحنا لي زونتيي في المات هما 0 1 2 3 حتى الموان زا والموان دو والموان 3 في الانفورماتيك والا معناها في الالغوريثم يتسميو دي زونتيي. نرجع للتيب الثاني اللي هو الغيال والا الفلوت اون بيتون. الغيال هو شنو؟ هو الغيال اللي غيال نعرفهم في المات لونسومبل ار. نتعداو الكاركتير والا اس تي ار اون بيتون. اش معناها كاركتير؟ كاركتير هو اي بوتون تنزل عليه في الكلافي يتسمى كاركتير، هذاك اش معناها كاركتير. نتعداو للتيب الرابع اللي هو لي بوليان والا البول او بيتون. شنو هو البوليان؟ فاريابل والا دوني التيب نتاعو بوليان هو دوني ينجم ياخذ زوج حاجات، يا فغي يا فو، يا ترو يا فولس. هذا اش معناها؟ حاجة والا دوني التيب نتاعو بوليان، معناها القيمة اللي نجم ياخوها يا ترو يا فولس. نتعداو بعد للتيب الاخراني واللي هو لي شين دو كاركتير والا اس تي ار اون بيتون. كيما نلاحظو في البيتون ما فماش فرق ما بين كاركتير وشين دو كاركتير، اثنين اس تي ار. في الالغوريتم فما فرق، الكاركتير هو كاركتير واحد والشين دو كاركتير هي انسومبل نتاع دي كاركتير. هذوما هما لي تيب دو دوني اللي نستحقوها. نتعداو تاع مع بعضنا لابليكاسيون نيميرو اون اللي باش نفهمو بها كيفاش نصنعو اول الغوريثم نتاعنا اول بروغرام. اش قالنا لنا؟ اكير ان بروغرام كي بيرمي دو كالكولي اي دافيشي لا سيرفاس دان ريكتانجل دونت اون لوي دوني لا لونغور اي لا لارجور. معناها باش نعطيو نحنا للبروغرام تاعنا اللونغور واللارجور وهو يحسب لنا السيرفاس نتاع الريكتانجل. مالا لهنا تو كان نجيو نخمو في البروغرام هذايا كيفاه باش يكون، شنو نجمو نتصورو؟
نحن لازم نعطيه هاللونغور واللارجور، وهو من بعد يف يشيل لي ريزولتا. معناها لازم يطلب مني في مرحلة أولى يقول لي أعطيني اللونغور، من بعد يقول لي أعطيني اللارجور، من بعد باش يعمل هو الكالكول نتاعو ويف يشيل لي ريزولتا. لي بروغرام لازم كي اكزيكيتي اكزيكيتي بالطريقة هذي. بالطبيعة لهنا البروغرام مخدوم اون بيتون، جوست لهنا كاشي باش ما نشوفوش، ومن بعد باش نشوفو الريزولتا نتاع ليكزيكسيون، معناها كي نكزيكوتيو شنو يعطينا. باش ننزل اش قال لي لهنا دوني لا لونغور، دوني لا لونغور هذا ميساج طلعو لي هو. من بعد باش يعمل عطاني الكورسور لهنا، عطاني الفرصة باش نكتب. انا تو بار اكزامبل باش نحط له 5، من بعد باش ننزل اونتري اش قال لي تو، قال لي دوني لا لارجور، ومن بعد عطاني الفرصة باش نكتب. على خاطر لارجور انا باش نكتبه مش هو باش يقولوا لي، باش نحط له بار اكزامبل 10. من بعد باش ننزل اونتري اش قال لي لا سيرفاس دو ريكتانجل اي 50.0، لا سيرفاس دو ريكتانجل اي 50.0، معناها عطاني الميساج هذايا اللي هو الريزولتا. ومن بعد الريزولتا بالطبيعه باش تبدل سولون لي دوني اللي دخلهم لوتيليزاتور، معناها كان احنا حطينا لهنا 4 و 3 راه طلع لي لهنا 12 مش 50. هذه كيفاش لازم تصير العملية؟ باهي الحكاية هذه كل توا كيفاش نجم ردوس فورم الغوريتميك. بالطبيعة لهنا أول حاجة باش نعملو الغوريتم، باش نعملو الغوريتم ونسميوه سيرفاس، على خاطر باش يحسب السيرفاس عنده علاقة بالرول نتاعو. من بعد عنا الديبو، توا أول حاجة لازم تصير كيما رينا باش يطلعلنا الميساج هذايا إكخيغ لا لونغور والا دوني لا لونغور، باش يقول لوتيليزاتور على خاطر انت كيوتيليزاتور لهنا هو باش يفهمك شنو تعمل. قال لك دوني لا لونغور، باهي كلمه دوني لا لونغور البروغرام كتبها هكا ولا؟ ونحنا كي باش نعملو بروغرام شكون باش نخاطبو؟ باش نخاطبو البروغرام، ما نقولو له اكخيغ، باش البروغرام يكتب دوني لا لونغور، نقولو له اكخيغ دوني لا لونغور. ودوني لا لونغور بالطبيعه ما بين دو ما بين جيومي، معناها دو جيومي، جيومي تبدا بها وجيومي تسكر بها. شنو الفايده منها لهنا الجيومي هذيك؟ باش نفهموه اللي راهي ميساج هذيك يتكتب كيف ما هو. باهي من بعد نحنا كيما لاحظوا لهنا انا عاد نعملو ران باش نفهموا مع بعضنا البرانسيب. قلت له قال لي دوني لا لونغور وعطاني الفرصه باش نكتب اي الفالور اللي باش نكتبها انا لهنا بار اكزومبل 50، هو باش يقراها. ما لاش نقولوا له لهنا مادام نحبوه يقرا نقولوا له ليغ. ليغ شكون؟ ليغ ال او اللي هو الفاريابل اللي باش نحطوا فيه القيمه نتاع اللونغور. نتعداو من بعد كيف كيف نفس العمليه على لارجور، كتب لي دوني لا لارجور. ما لاش نقول له نحب البروغرام يكتب انا تو، نقول له اكريغ دوني لا لارجور، من بعد ليغ ال ا اللي هو اللارجور 40 بار اكزومبل. من بعد كي ننزل انا لهنا توا اونتخي اش عمل لي؟ اكتب لي 2000 على خاطر عمل 50 فوا 40. اما قبل ما يكتب ال 2000 لاحظ اللي عندي ميساج فيكس لهنا اللي هو لا سيرفاس دو ريكتانجل اي. الميساج هذا مهما تكون الريزولتا باش يتعاود كيف ما هو. مالاش نعملو لهنا؟ عندي البروغرام باش يفيشي لي هذا الكل، معناها البروغرام باش يكتب. مادام البروغرام باش يكتب باش نقولو له اكخيغ. الاكخيغ شنو باش يكتب فيه؟ باش يكتب فيها لا سيرفاس دو ريكتانجل اي. اما قبل ما يحسب لي سيرفاس دو ريكتانجل، قبل ما يفيشي لي لازم يحسبه. كيفاش باش يحسبه؟ باش يحسبه في فاريابل اسمه اس جاي من سيرفاس. الاس هذيك شنو باش تكون؟ باش تكون هي ال او فوا ال ا، ال او فوا ال ا ونحطها في الاس. من بعد لا سيرفاس دو ريكتانجل اي، شوفوا لنا اش صار. عندنا دو بارتي لهنا، البارتي الأولى هذي باش تعاود كيف ما هي في أي ريزولتا، مهما تدخل لوتيليزاتور لهنا، ديما باش يقولك لا سيرفاس دو ريكتانجل إي، ومن بعد يفيشي لك القيمة نتاع السيرفاس، مالا هذا يتسمى ميساج، يتعاود كيف ما هو، على هذاك لهنا حطيناه ما بين دو جيومي، على خاطر البارتي هذيا تتعاود ديما كيف ما هي، البارتي هذيا، تتعاود ديما كيف. ما هي لا سيرفاس دو ريكتانجل اي تعرف كيف ما هي. من بعد عندي البارتي الثانيه باش تبدل. البارتي الثانيه اللي هي فيها الريزولتا كال اس، الاس اللي هو لهنا فاريابل اش باش ياخذ؟ باش ياخذ القيمه نتاع الاوف وال ا. القيمه نتاع الاوف وال ا حطيناها في اس، من بعد قلت له اكتب لي كال اس. كي يبدا مالا عندي ميساج فيكس تعرف كيف ما هو ونحب نلصق فيه حاجه فاريابل تتبدل، نحط بيناتهم فيرغول، يولي يكتب لك الميساج هذا، من بعد يشوف القيمة نتاع الاس
ومن بعد يكتب هن، ومن بعد بتبيع عنا الفام تاع الالجوريتم نتاعنا. بالطريقة هذه الالجوريتم يؤدي الوظيفة اللي مطلوبة منه. بعد ما كملنا تاو الالجوريتم نتاعنا، عندنا حاجة لازم نعملوها اللي هي التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي. شنو الفايدة منه التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي؟ هو التابلو اللي باش نفهموا فيه الالجوريتم نتاعنا شنو هو لي زوبجي اللي استعملناهم وشنو هو التيب نتاعهم. كيما لهنا لي زوبجي اللي استعملناهم هما ال او والال ا والاس. لازم نفهموا للبروغرام للالجوريتم نتاعنا شنو هو التيب نتاعهم. نعملوا تي دي او اللي هو تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي، نحطوا فيه دو بارتي. البارتي الاولى فيها اوبجي ومن هنا تيب والا ناتور. لي زوبجي اللي استعملناهم لهنا شكون هما؟ ال او ال ا والاس. لي تروا زوبجي هذوما بالطبيعه التيب نتاعهم غياب. علاش غياب؟ على خاطر اللونغور والا اللارجور نتاع ريكتانجل ما ينجم يكون كان غير، على خاطر ينجم يكون 23.5 27.4 اللي هو باهي. لهنا في التابلو دي كلاسيون دي زوبجي كي يبدا عندنا دي زوبجي عندهم نفس التيب، نجمو نكتبوها قدام بعضهم بيناتهم فيرغول ومن بعد نحطو التيب نتاعهم. باهي توا واش قعد لنا باش نشوفو العملية نتاع البروغرام هذايا كيفاش نردوها في البيتون، معناها كيفاش نكتبوها سو فورم دان بروغرام بيتون. لهنا اش عملنا نحن؟ اول حاجه عملنا اكريغ دوني لا لونغور، ومن بعد باش يقراه كيما شفنا قبل وقت خلانا البوسيبيليتي باش نكتبو باش يقرا الفالور اللي دخلها لوتيليزاتور ويحطها في الفاريابل ال او. في البيتون كيفاش تصير؟ تصير بالطريقه هذه. ال او نتاعنا اللي هي الفاريابل شو باش يكون؟ باش يكون فالور يدخلها لوتيليزاتور. مادام فالور يدخلها لوتيليزاتور نحطو انبوت. باهي الانبوت اش تعطينا معاه؟ تعطينا الفالور والا الميساج اللي نحبو نكتبوه باش لوتيليزاتور يعرفش باش يكتب غادي. على خاطر الانبوت معناها البروغرام باش يقرا. كي البروغرام باش يقرا يا فيشيلك ميساج كيوتيليزاتور باش يفهمك شنو تكتب، على خاطر هو باش يقرا الحاجه اللي تكتبها. الميساج هذاك نحطوه ما بين بارونتيز ودو دو غيومي في وسط الانبوت. معناها عندي هذه الانبوت، حلينا بارونتيز غيومي دوني لا لونغور، سكرنا غيومي وسكرنا البارونتيز. باهي الاشكاليه وين؟ نحنا كي نستعملوا انبوت الفالور اللي يقراها البروغرام يتعامل معاها على اساس شين دو كاركتير والا اس تي ار. اور لهنا لازم يتعامل معها على اساس غيال. مالاش نعمل؟ نجي قبلها ونعمل فلوت باش نولي عباره عملت كونفيرسيون للحاجه اللي باش نحطها لهنا الكل ونردها ريال. ما عادش يتعامل معها على اساس شين دو كاركتير، يولي يتعامل معها على اساس ريال سي سي بوسيبل. بالطبيعه مش تكتب له انت احمد وتحبه هو يرد لك شين دو كاركتير ريال، هكاك يرجع لك ايرور. اما كي تكتب انت فالور نوميريك ينجم وقتها يردها شين يردها غير، ما عادش يتعامل معها على اساس شين دو كاركتير. على خاطر كيما قلنا الانبوت باش يقرا فالور باش يدخل لوتيليزاتور. المشكل وين؟ الفالور اللي دخل لوتيليزاتور يتعامل مع على اساس شين دو كاركتير. نحط قبلها فلوت ونحطها كلها ما بين دو بارونتيز باش يقلبها كلها يردها ريال. معناها نحلو فلوت عباره هذه كل نحيناه. الفلوت هذه اش تعمل؟ تحط لها حاجه لهنا ترد لك ريال سي سي بوسيبل. الحاجه اللي باش نحطوها هي كالانبوت. نتعداو توا للال ا. ال الي لارجور بنفس الطريقه باش تكون انبوت على خاطر باش يدخلها لوتيليزاتور. من بعد دوني لا لارجور باش يكتب لك دوني لا لارجور كيوتيليزاتور باش تفهم شنو تكتب غاديك. من بعد هذاك الكل باش يقلبوا من اللي كان اس تي ار والا شين دو كاركتير باش يردوا فلوت والا غير. من بعد باش يحسب الاس. الاس شنو باش تكون؟ باش تكون ال او فوا ال ا. من بعد ما يحسب الاس ال او فوا ال ا باش يعمل؟ باش يكتب لي ميساج. الميساج اللي هو هذا اكريغ، مادام باش يكتب نقولوا له برينت. اكريغ لهنا اون الجوريثم تولي برينت اون بيتون. شنو باش يكتب؟ باش يكتب لي الميساج هذا اللي هو فيكس، باش يتعاود ديما كيف ما هو لا سيرفاس دو ريكتانجل اي هاكا حطيته ما بين دو غيومي. من بعد باش يكتب لي الفالور نتاع السيرفاس اللي هي باش تتبدل ما بين اوتيليزاتور اوتيليزاتور. مش كيما واحد يحط 50 40 كيما واحد يحط 30 20. مال على هذاك؟ هذا يتسمى فاريابل. حطينا بيناتهم فيرغول باش نعملوا سيباراسيون ما بين الميساج هذا اللي هو سيت ان ميساج فيكس باش يتعاود كيف ما هو في الحالات الكل، وما بين الاس اللي هي باش تكون فاريابل. هذا كيفاش نصنعوا مع بعضنا والا صنعنا مع بعضنا الالغوريتم والبروغرام اون بيتون
اللي يسمح لنا باش نحسبوه السيرفاس نتاع ريكتانجل من بعد بتبيعها ما نعطيوها لونغور ولا لارجور نتاعو.